سيد ربي يسوع المسيح الله هنا خاطب تلاميذ القديسين وارسلت المكرمين قائلا ان انبياء وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون لم يروا وان يسمعوا ما انتم تسمعون لم يسمعوا اما انتم فطوبى لاعينكم لانها تبصر ولأذانكم لنا تسمع فنستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة بيت البطقديس استنى استنى كمل 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 يا ابونا اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا نذكرهم في سؤالاتنا وتطبيقاتنا ترفع اليك يا رب الهنا الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا Oh.
مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير وتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. بن شويس وبن نوتو بن صوتير وبن هورو تيرين إيسون بارستوس بشير مفناتي طنق بيون أبشا إني بي أو أوفا بن نوتي بيشا إني انتني تيرو أمين زك ساسي هين إذن يشبه ملكوت السماوات عشر أضارا أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس خمس منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن ولما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا وفي منتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه إن إذن قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحاكمات أعطينا من زيتكن من مصابيحنا تنطفئ أجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكنا فالأحرى أن تذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا ولما ذهبنا ليبتعن جاء العريس والمستعداد دخلنا معه إلى عرس أغلق الباب أخيرا جاءت بقية العذارى قائلات يا ربنا يا ربنا افتح لنا أجاب وقال حقا أقول لكن إني لا أعرفكن فساروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة